نشرة الحادي عشر قبل منتصف الليل، والبداية بأبرز العناوين. فضيلة الشيخ حمزة أبو فارس يقول إن ما تفعله الحكومة المقترحة من قطف للمصورين لا يقر به شرع ولا دين، وأن من يمنع أهل بنغازي من العودة كمن يمنع أهل فلسطين من العودة لبلادهم. حكومة البعثة الأممية تعلن عن بدء الضربات الجوية الأمريكية في سرت، والبنتاغون يقول إن الطائرات الأمريكية تشن أولى غاراتها الجوية بالمدينة. تجدد الاشتباكات بمحور الجوارشة بين قوات المجلس وقوات حفتر ببنغازي، وثلاث غارات جوية على مناطق قنفودة والجوارشة غربي المدينة. ما نظن هذا سؤال يطرح، حصل وهل يمنع شخص من أهلا بكم. قال عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء فضيلة الشيخ حمزة أبو فارس في برنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح أن إغلاق الطريق بحجة حماية المتظاهرين يشبه التدخل الأمريكي مع قرب انتهاء المعركة في سرت. يقول إننا قفلنا أبواب طرابلس حماية للمتظاهرين، هذا منطق عجيب. المتظاهرون لهم سنوات يجوبون الشوارع ويدخلون إلى ساحة الشهداء. نعم. فما يعني ما هو السبب الذي تحميهم به اليوم؟ هذه شبيهة بقضية ما سمعناه الآن أو قرأناه الآن قبل دقائق من التدخل الأمريكي. نعم. تدخل في سرت. لا حول ولا قوة. بضرب الضربات الجوية. نعم. انظر معي كم لها معركة سرت. والأمريكان نائمون. نعم. والآن لما انتهت المسألة وقاربت على الانتهاء يعني أخذوا سيوفهم ودخلوا المعركة. هذا منطق واحد كله. نعم نعم. يرجع بعضه إلى بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وذكر فضيلة الشيخ أن ما تفعله الحكومة المقترحة من خطف المصورين ومصادرة معداتهم لا يقر به الشرع ولا الدين. يعني ما حدث حتى لجماعة التناصح بالضبط في مسألة اغتصاب معداتهم، يعني هب أن الحكومة أصدرت أوامرها بعدم التظاهر وأصدرت أوامرها بعدم تصوير هذه المظاهرة. نعم. يسلم بذلك. أنت نبه هؤلاء المصورين رأوا عندنا أمر من الحكومة. نعم. لئلا تصوروا ارجعوا أدراجكم. نعم. مش تاخذهم تختطفهم يعني كانهم عصافير ثم بعد ذلك تستولي على ممتلكاتهم، هذا اي دين واي شرع يبيح لك ذلك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واضاف فضيله الشيخ ان من يمنع اهالي بنغازي من العوده لديارهم مشبها ذلك بمن يمنع الفلسطينيين من العوده لبلادهم. حق العوده. نعم. لمن هجر من بنغازي. ما نظن هذا سؤال يطرح، حصل وهل يمنع شخص من العودة إن استطاع؟ هذه قضية كأنك قلت هل للفلسطينيين هل لهم الحق في العودة إلى بلادهم أو لا؟ للأسف. لكن هذا شبيه بما تقوله إسرائيل إنه لا حق للفلسطينيين في العودة. لا حول ولا قوة. فالإنسان لما يهجر المفروض معاش يرجع، هذا منطق جديد. أعلن رئيس حكومة البعثة الأممية المقترحة من الأمم المتحدة الاثنين عن بدء الضربات الجوية الأمريكية في مدينة سرت وضواحيها على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة. وأكد سراج في كلمته أن هذا الطلب جاء بعد التشاور مع وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة، مضيفا أن المجلس قرر تفعيل مشاركته في التحالف الإسلامي والانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة. يأتي هذا في ظل إعلان قوات الثوار عن سيطرتها على حي الدولار بالكامل وتقدمها نحو قاعة باغادوغو وقصور الضيافة آخر معاقل تنظيم الدولة في المدينة. في مدينة سرت وضواحيها بالتنسيق المباشر مع المجلس الرئاسي. هذا وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الاثنين أن الطائرات الحربية الأمريكية شنت غارات جوية دقيقة ضد أهداف تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت. وقال المتحدث باسم الوزارة بيتر كوك في بيان له إن الضربات الجوية الأمريكية جاءت بناء على طلب مما يعرف بحكومة البعثة بهدف دعم القوات التابعة لها في عملياتها الرامية إلى القضاء على معاقل التنظيم في دولة ليبيا.
قال مصدر اعلامي الاثنين ان قوات الثوار حققت تقدما كبيرا بمحيط قصور الضيافه، وان قوات الثوار كبدت خسائر كبيره في الافراد والاليات لعناصر ما يعرف بتنظيم الدوله. المصدر اضاف ان الاشتباكات استخدمت فيها الاسلحه الثقيله والمتوسطه، مضيفا ان سلاح الجو شن غارات لتمركزات التنظيم في العمارات المجاوره لجامعه سرت. هذا وكان مصدر اعلامي الاحد قد قال ان 3 شهداء و15 جريحا من قوات الثوار وصلوا الى المستشفى الميداني في مدينه سرت، وذلك جراء الاشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدوله. هذا وكان قد دعا المستشفى الميداني كافه المواطنين الى التبرع بالدم بجميع فصائله لوجود نقص في فصائل الدم بالمستشفى الميداني. بعد إعلان قوات الثوار سيطرتها على حي الدولار بمدينة سرت بعد اشتباكات عنيفة مع ما يعرف بتنظيم الدولة، يعلن البنتاغون رسميا بدء الضربات الجوية على معاقل التنظيم. المزيد في سياق التقرير التالي. اشتباكات عنيفة دامت لأيام في محيط حي الدولار بمدينة سرت، أعلنت بعدها قوات الثوار سيطرتها على الحي بالكامل بعد أن زفت فيها عشرات من الشهداء ومئات الجرحى منذ بدء عملية تحرير سرت. في المحور الجنوبي وبمنطقة الزعفران بالتحديد، بسط الثوار سيطرتهم على المنطقة، معلنين أنهم في طريقهم للسيطرة على ما تبقى من أجزاء المدينة. الآن نحن في محور الزعفران، تحديدا في تبة الزعفران، الأمور تحت السيطرة. نحب نطمن أهلنا في ليبيا كافة وأهلنا في مصراتة خاصة وصرت أن الأمور تسير في الأمور السليمة. الأمور الثوار في كامل قوتهم الحمد لله. الآن معنا من الطوارق، معنا من غريان، معنا ليبيا كافة تشارك في هذه الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. وبإذن الله رسالة لجميع أمهاتنا، وجميع حرائرنا الذين لم يقصروا معنا في أي شيء. بإذن الله ثورة 17 فبراير لن تسير دماء الشهداء هباء. هذه الانتصارات المتتالية للثوار تتزامن مع طلب حكومة البعثة الأممية من الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين التدخل جويا لتوجيه ضربات لتنظيم الدولة في سرت. وقد قرر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي على طلب دعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات جوية محددة لمعاقل تنظيم الدولة داعش في مدينة سرت وضواحيها. وهو ما يطرح تساؤلات عن توقيت هذا الطلب وتبعاته، خصوصا بعد وصول قوات الثوار إلى مشارف قاعات واغادوغو وقرب التحرير الكامل للمدينة من بقايا ما يعرف بتنظيم الدولة. بإذن الله ونحب نطمن جميع أهلنا في جميع ربوع ليبيا أن تنظيم الدولة متقهقر وأن تنظيم الدولة منهار، وإن شاء الله يا رب النصر لثورة 17 فبراير ولليبيا كافة. الله أكبر. حذر تجمع صحات الثورة في بيان له الأحد السرايا والفرق الأمنية التي تحرس المجلس الرئاسي المقترح وحكومته من إشعال نار الحرب في العاصمة، وطلبهم بإطلاق سراح كل المعتقلين ظلما والمخطوفين قسرا. اعلموا وأنتم تحرسون هذه الأجسام أن الفتنة أشد من القتل، وأن الفتنة أكبر من القتل، فاحذروها واحذروا من إشعال نار الحرب في العاصمة، ولا تكونوا أنتم معاولها، ولا تكونوا أنتم أدواتها، فتلحقكم لعنة دماء الشهداء الطاهرة الزكية ولعنة الأجيال القادمة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بإطلاق سراح كل المعتقلين ظلماً والمخطوفين قصرا، وعلى جناح السرعة وعلى رأسهم من خطفوا عشية المظاهرة تحت مسامعكم وعلمكم.
هذا وطلب تجمع صحة الثورة كل السرايا والفرق الأمنية بأن ينفضوا أيديهم عن حماية حكومة البعثة وما يعرف بمجلس الدولة وأن يعودوا إلى حضن الوطن، وإلا ستلاحقهم محكمة الجناية الدولية بمباركة الذين يحمونهم حسب ما ذكر البيان. وانفضوا أيديكم من حماية مجلسي الدولة والرئاسي اللذان قد أسلفنا أنهم لا يمتلكون شرعية ولا توافق، وعودوا إلى حضن الوطن وخندق الشرف، خندق ثورة التكبير، واعلموا أنه لا مناص لكم إلا أن تحتموا بالثورة وتقفوا مع ثوارها الشرفاء في صف الثورة، وإلا ستلاحقكم محكمة الجناية الدولية وأعداء الثورة في الداخل، وبمباركة من؟ بمباركة الذين تحمونهم اليوم. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الشيخ عصام عرعار، خطيب وواعظ. بداية شيخ عصام، ما تعليقك حول ما حدث في مظاهرة الجمعة من اختطاف لبعض النشطاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أخي محمد، يقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا شك أن المتظاهرين في يوم الجمعة الماضية قد خرجوا بناء على رغبة شرعية في توضيح رأيهم من التدخل الأجنبي الفرنسي الذي لا يزال مستمرا منذ أن بدأ من عدة أيام أو أسابيع، وهم يقصفون ويضربون إخواننا في بنغازي ويضربون ثوارها ويضربون أهلها كذلك، وخرجوا لغرض آخر ألا وهو إسقاط هذه الحكومة، حكومة الوصاية. فتدخل بعض من كلفهم وزير الداخلية المفوض العارف الخوجة، كلفهم قال بحماية المتظاهرين، لكن للأسف أن المتظاهرين السلميين الذين لا يحملون درعا ولا سلاحا ولا يوجد معهم أحد من الحماية قد خطفوا من الشوارع ولا زكة وهم راجعون من المظاهرة، خارجون من ميدان الشهداء. فنقول أن هذه الأذية ستتحملون وزرها بإذن الله تعالى عند الله يوم القيامة، وقبل ذلك ستتحملونها في الدنيا، تتحملونها قانونيا، ويتحملها الوزير المفوض لحكومة الوصاية قانونيا، وسيتحملها اجتماعيا، وسيتحملها ثوريا. نقول له سوف تتحملها قانونيا واجتماعيا وثوريا. هؤلاء المختطفون أي أذية تلحق بهم فإنها تلحق بنا جميعا، تلحق بكل متظاهر خرج من يوم الجمعة يريد أن ينكر المنكر وأن يعرف المعروف وأن يصدع بالحق وأن يقول لا للتدخل الأجنبي وأن يقول لا لحكومة الوصاية. هذا بادئ جديد. ونقول كذلك، الآن سوف تخرج الهاشتاجات في الفيسبوك والدعاية المضادة والثورة المضادة التي للأسف انخدع بها كثير من شباب الثورة، سيخرجون يقولون بأن الشيخ محمد البوسيف الذي كنت أسمعه في البيان، والشيخ أحمد أبو سعد، والشيخ عبد الغني الذين هم من أعيان تجورة ومن أعيان طرابلس، وسيقولون عصام عرعار الذي من سوق الجمعة، سيقولون عنهم هؤلاء مقاتلة وهؤلاء إخوان وهؤلاء دواعش. نقول لهم خسئتم وتعسا لكم وتبا لكم، إننا نبرأ من أي حزبية ومن أي منهج غير منهج أهل السنة والجماعة، وبفقه سلف الأمة، بفقه الإمام مالك، بفقه الإمام مالك، وبفضل الله علماء هذه البلاد لا نخرج عن كلامهم بإذن الله تعالى عندما يبينون لنا الحق. فنقول لهم دعوكم من الثورة المضادة،
ودعوكم من الدعايات ودعوكم من الإعلام الضال. نحن خرجنا لنقول كلمة الحق، والتظاهر حق أصيل كما يردد هو الوزير المفوض من حكومة الوصاية. التظاهر حق أصيل بعد ثورة 17 من فبراير، لا يستطيع أن يقمعنا أحد، ولا يستطيع أن يصبنا أحد، ولا يستطيع أن يوقفنا أحد بإذن الله سبحانه وتعالى. ماضون والأمر بيد الله، الأمر بيد الله. إن أراد أن يمكن لهذه الحكومة حكومة الوصاية أو أنه أراد أن يسقطها، نحن نسير مع أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن الشيخ عصام العارة خطيب وباحث كنت معنا حول موضوع خطف المتظاهرين واعتقالهم يوم الجمعة، شكرا جزيلا لك. هذا واستنكر الحراك الشعبي غريان في بيان له ما قامت به ما تسمى بحكومة البعثة الأممية من أعمال تتنافى مع حقوق الإنسان والحريات، الأمر الذي يعد بلطجة وقمعا ومصادرة للحريات حسب نص البيان. هذا وقال الحراك الشعبي أن النهج البوليسي الذي انتهجته حكومة البعثة الأممية لدليل واضح على فشل هذه الحكومة وعدم قدرتها على تحقيق وعودها والسيطرة على البلاد. الحراك طالب حكومة البعثة بإطلاق سراح كل الذين تم القبض عليهم واختطافهم من الإعلاميين حتى نجنب العاصمة في الدخول فيما لا يحمد عقباه من الاقتتال والفتن حسب نص البيان. أفاد مركز السرايا للأعلام الاثنين بتجدد الاشتباكات بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وقوات مجرم الحرب حفتر بمحور الجوارشة. المركز ذكر أن لغما أرضيا انفجر في مدرعة نقلة للجنود تابعة لما يعرف بعملية الكرامة، فيما انفجر لغم أرضي آخر في مجموعة تابعة لمجرم الحرب حفتر أثناء محاولتهم التقدم نحو مناطق سيطرة المجلس بمحور جوارشا. وأضاف مصدر إعلامي تابع لقوات المجلس باستهداف آلية تحمل ذخيرة تابعة لمجرم الحرب حفتر من قبل سرية الجعود التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي. وفي بنغازي أيضا، حيث قال مركز السرايا ذراع الإعلامي لمجلس شورى ثوار المدينة أن طائرة مجرم الحرب حفتر شنت 3 غارات جوية على تمركزات المجلس غربي المدينة. المركز أوضح أن طائرة من نوع ماج شنت غارة جوية على منطقة قنفودة، بينما شنت طائرات أخرى غارتين على مناطق الجوارشة وأبو صناب غربي المدينة. وأوضح مصدر إعلامي مقرب من شورى بنغازي أن الغارات المستمرة على مناطق غرب المدينة خلفت دمارا هائلا في الأحياء والمنازل والمحال التجارية وحتى بعض الطرق بالمنطقة. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. طائرات حربية تقصف حي السلام السكني غرب مدينة درنة. عزيمة وثبات لدحر الخوارج البغاة. اسألوا تاريخنا، اسألوه هو يجيبكم يا رجال. سل الرماح العوالي عن معالينا،
واستشهد البيض، هل خاب الرجا فينا لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا، قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا، تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا، وإذا دعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دعوا قالت الأيام آمينا. والنصر إلا من عند الله، والنصر إلا من عند الله، الله أكبر والله الحمد، الله أكبر والله الحمد. أهلا بكم من جديد. قصفت طائرة تابعة لمجرم الحرب حفتر حي سلام غربية مدينة درنة. مصدر إعلامي قال إن حي سلام المجاور للمحطة البخارية قد تعرض للقصف صباح الاثنين، مضيفا أن القصف خلف أضرارا مادية فقط. هذا وكانت غرفة عمليات عمر المختار التابعة لما يعرف بعملية الكرامة كانت قد حذرت أهالي درنة من الاقتراب من الشواطئ شرقية مدينة درنة. هذا وحذرت غرفة عمليات عمر المختار التابعة لما يعرف بعملية الكرامة حذرت المواطنين في مدينة درنة من الاقتراب من الشواطئ الممتدة من وادي الخبطة وحتى شواطئ تميمي شرقي المدينة. مسؤول المكتب الإعلامي بالغرفة علي أبو ستة قال إن هذه الشواطئ تقع بمنطقة عمليات عسكرية، مطالبا المواطنين بعدم استعمالها للرحلات أو الصيد. المسؤول أضاف أن أي تحركات مشبوهة للمراكب والجرافات ستكون هدفا مشروعا لسلاح الجو التابع لما يعرف بعملية الكرامة. لقي القائد الميداني بشورى مجاهدي درنة أحمد الحبيب مصرعه بعد انفجار لغم أرضي من مخلفات الاشتباكات الماضية مع ما يعرف بتنظيم الدولة. مصدر أوضح أن لغم الأرضي انفجر في منطقة الحيلة جنوب شرق المدينة، حيث كان الحبيب متواجدا في أحدى تمركزات شورى درنة. يذكر أن القائد الميداني بشورى المجاهدين أحمد الحبيب كان آميرا لمحور الفتايح في الاشتباكات ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في الأشهر القليلة الماضية. قال مصطفى صنعلة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الاثنين إن الإفراج عن أموال الموازنة للمؤسسة سيمكننا من رفع مستوى الإنتاج. صنعلة وعبر موقع المؤسسة الإلكتروني ذكر إن المجلس المقترح أفرج عن أموال المؤسسة والذي سيسمح برفع الإنتاج في غضون أسبوعين، وذكر أن لو استمر هذا الوضع سيزيد الإنتاج لـ900 برميل يوميا مع نهاية العام الجاري. يشار إلى أن مصطفى صنعلة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس هدد في وقت سابق بسحب الاعتراف بالمجلس المقترح في حال دفعه أموالا لأمر حارس المنشآت النفطية المدعو إبراهيم الجدران. هذا وقالت مصادر إعلامية أن قسم الإسعاف بمركز طرابلس الطبي قفل منذ أكثر من 48 ساعة، وذلك بسبب اعتصام عناصر طبية وافدة وانسحاب أغلب العناصر الطبية المحلية من القسم. هذا وشهد مركز طرابلس الطبي مؤخرا انقطاعا في العناصر الطبية والطبية المساعدة وحتى الأدوية وكذلك المعدات الطبية بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد. أعلن المكتب الإعلامي لمستودع الزاوية النفطية الاثنين عن بدء قسم الصيانة في المستودع أعمال الصيانة. المكتب ذكر أن أعمال الصيانة ستشمل بعض خطوط الوقود المتآكلة، وكما ذكر أيضا أن ورشة الميكانيكا التابعة لقسم الصيانة تعمل على فك خط الخروج لخزان الغاز وذلك لاستبداله بخط آخر مجهز من قبل القسم في الخطوط النفطية. يذكر أن قسم الصيانة بمستودع طرابلس النفطي قام الأحد بعمليات صيانة بخطوط ضخ الوقود والمضخات التي تعاني التسريبات بالمستودع. هذا وافتتح بمدينة غريان الاثنين مكتب لمفوضية المجتمع المدني ليتولى إشهار المنظمات المحلية المراد تأسيسها في حدود النطاق الجغرافي للبلدية. مدير مكتب مفوضية المجتمع المدني ببلدية غريان أكرم الطالب قال إن المكتب سيعمل لتعزيز وتنمية مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة وتطويرها وخلق بيئة تشريعية لهم.
طالب أضاف أن دور المؤسسات المدنية التي ستشرف عليها المفوضية ستكون المساهمة في إرساء مبادئ السلم الاجتماعي بين المناطق والمكونات كافة في ربوع البلاد. يشار إلى أن عدد من مؤسسات المجتمع المدني بمدينة غريان أعلنت في وقت سابق عن إقامة بطولة السلام لكرة القدم والتي تحمل شعار تصالح تصافح وتسامح. وفي أخبارنا الاقتصادية، حيث تعافت أسعار النفط قليلا من خسائر آخر الأسبوع المنقضي رغم تزايد المخاوف بشأن وفرة المعروض، حيث يتداول سعر الخام الأمريكي عند مستوى 41.60 دولارا، أما نفط برنت فيتداول بالقرب من مستوى 43.70 دولارا للبرميل. يشار إلى أن أسعار النفط لازالت تعاني تدهورا جراء ارتفاع المخزونات الأمريكية في الأسبوع الماضي بالتزامن مع عودة الإنتاج النيجيري والكندي والضعف على طلب الخام من قبل الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. أما بالنسبة للمعدن الأصفر فقد استمر الذهب الاثنين بالتداول بالقرب من أعلى مستوياته في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث كان قد استطاع ملامسة مستوى 1358 دولارا للأوقية رغم عمليات جني الأرباح التي شهدها المعدن الأصفر الثمين. البيانات الأمريكية السلبية الاثنين أعادت انتعاش أسعار الذهب، حيث يتداول في الوقت الحالي بالقرب من مستويات 1355 دولارا للأوقية، خصوصا وأن مؤشر مديرية المشتريات الصناعية صدر دون توقعات. أما الآن فنترككم في جولة مع أحوال الطقس. وإلى أبرز ما جاء في هذه النشرة. فضيلة الشيخ حمزة أبو فارس يقول إن ما تفعله الحكومة من قطف للمصورين لا يقر به شرع ولا دين، وأن من يمنع أهل بنغازي من العودة كمن يمنع أهل فلسطين من العودة لبلادهم. حكومة البعثة الأممية تعلن عن بدء ضربات الجوية الأمريكية في سرت، والبنتاغون يقول إن الطائرات الأمريكية تشن أولى غاراتها الجوية بالمدينة. تجدد الاشتباكات بمحور غوارشا بين قوات المجلس وقوات حفتر ببنغازي، وثلاث غارات جوية على مناطق قنفودة وغوارشا غربي المدينة. وتبعتم أيضا طائرة حربية تقصف حي السلام السكني غربي مدينة درنة. ختم النشرة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.